ستوبد توقف. احط طبرة. تحولت الى سمكة. ما كانت بيبي شي هذا الميل. بسم الله. ها شنو؟ ستيفي. Maybe you should pull the fucking trigger. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. رؤياكم أحمد، يا رجعت لكم في مقطع جديد بهذا الفيديو يا شباب. ماينكرافت بسلسلة أي آر مودد بالقناة، الحلقة الثانية. الحلقة الأولى شباب، شكرا على الدعم الخرافي اللي صار على الحلقة. قلت لكم شباب خلينا نوصل 25، ما وصلت 25 بس وصلت بالعشرين، ما أدري قد. فخلينا شباب هاي الفيديو خلينا ندعسه إلى 25,000 لايك. لأن شفت هذا التبع، قلت خلينا نشارككم حلقة ثانية بأسرع وقت ممكن. طبعا شباب آخر مرة استكشفت هذا البيت، طلع أنه أكو هنا عايش واحد مستذئب، فهذا هو مكانه هنا. فقلت أنا خليني أسوي لي بيت صغير يعني، وأجمع شوية موارد يعني، هاي ما جمعت شيء يعني بس مواردي. فقلت قبل لا ابدي بالحلقه واشوف يعني مستذئب، خلي اشوف التعليقات. قالوا لي احمد يكسر هذا كتله وعيش بهذا البيت. اكو ناس قالوا احمد كسر هاي، ما اتوقع انه اكو جوا فتشي، مستحيل راح نلقى فتشي هنا جوا. واو صندوق. دقيقه، شنو الصندوق؟ عظم. هاي شنو هاي؟ شنو هاي؟ شباب هاي تدرون شنو هي؟ دقيقة، هاي يمكن اذا احط اي شيء هنا راح يتحول الى اشكال هندسية، مثلا هذا المثلث اقدر. اوكي شباب كرشت اللعبة، لان شو اسمه ما ادري، عندي مشاكل هواية انا شباب، لان المودات اللي عندي كلش هواية وما معروفة وما مدعومة مع شلون. فهذا المودات شباب، مثلا هذا المود اقدر احطه هنا هيجي 1 2 3، فصار شكله مثل المثلث، فشي كلش خرافي. فاقدر اجيب هذا هنا، فهسه من اقدر اروح اشوفه راح يطلع شكل البيت رائع. شوف راح يطلع هذا الشكل الهندسي الجديد، فشي كلش جميل. طبعا هذا ما ادري شنو. اوه ادوس كليك ينشمر، اتوقع هذا اللي ينشمر اقول لك شل بروح جيبه والله. اوه شباب اي دقيقكم شغله شباب، مثلا شباب انا هسه اروح اقتل لي هاي السمكه، هاي اقتل هاي السمكه وليت موتي. نعلى تعوي وينها يلا موتي. حلو، فصب شباب تشوفون هذا الاقوالكم، اذا اخذته راح يطلع لي شيء علي صجه، وتدرون شنو معناها؟ انا اقول لكم شنو معناها شباب. يلا مستعدين يلا دوس حرف الان راح يطلع لي هاي، ونقول له ترو. تحولت الى سمكه. فشباب انا متحول الى سمكه حاليا، فاقدر انزل بالماي، وطبعا جاي اسبح انا بالماي لا تشوفون. بس ما ادري ليش ما جاي اخذ الميزات، ما ادري ما جاي افتهم، لان السمكه جاي تغرق. بس يعني اقدر شباب ادخل جوا الماي واشوف بصوره اوضح من قبل. فياب فخلنا نصعد فوق، قلوبي 4 اخاف اموت، فخليني ارجع لاعبي انا. فهذا المود شيء كلش خراف، خلنا نرجع ذني. خلينا قال له الناس اخذ هذا، والله ذاك اصلا شو يصير. جالي السيف والله نايس. شباب نقتله هو هنا جوا، خلنا ندق الجرس. الو افتح الباب، افتح الباب. قل لي قوي ما حبيبي، اطب لك هسه واحط السلاح براسك. يقول لي ستوب ات توقف، احطها براسك. والله شكله راح يجم علينا شباب، والله شكله
قتلته قتلته وهو انسان يعني بنقطة ضعفه منين يصير انسان. طبعا خلينا اكو ناس قالوا ادور لقيت لحمة طماطة شنو بعد كفت شي اقدر ادور بيه بعد راديو هو اللي قلت شي مكتوب مش مكتوب مش مكتوب I am a terrible wolf I can't not live with people اوه خطية شباب يقول انا يعني شلون اقولكم اي شو الازعاج هذا كسري هاي كسري شو الازعاج يقول انا انا ذئب شو اسمه رهيب او مو رهيب يعني رهيب عند الاجانب فتشي يعني مو حلو فش اسمه انا ذئب رهيب فش اسمه يعني ما اقدر اعيش ويا الناس هيك يعني افتهمت انا ذئب رهيب اي كانت انا لا استطيع العيش مع البشر وفيس حزين والله خطيه شباب صدق من كتلته اقدر اتحول له لا ما اقدر اتحول له والله لو كنت اتحول له فد شيء خرافي اه صدق اكو ناس قالوا لي احمد استكشف هذا المكان فاروح استكشفه شنو هذا اوه اكل كاكتوس خلنا نستكشف هنا انا ما فد شيء ممكن يطلع لي من هذا اطلع 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 اذا كتله هذا كلش مفيد اذا اتحول له تدرون كسر هذا والله ما اتوقع راح يطلع لي فتشي هنا خلنا نصعد لي فوق طبعا ما راح اطب الكهف مو وقت كهف هسه بس اطب هيك اشوف شنو اكو جوا فتشي حاطه ايزي انا عبالي طبعا ما تشوفون ادري بكم تشوفون وما عندي شموع فخلينا اطلع برا او لقى صندوق اوه فول ايمرالد ليجند دروع اسطوريه الايمرالد وياها السيف والله هذا السيف يمكن قوي شباب والله اذا اشوفه دقيقه لا اطلع برا هذا وهذا السيف واو اذا اجربه اذا اجرب هذا السيف قد دمجه 10 واتاك سبيد 1.6 والله ندربي بس اتاك 10 وهذا السيف 6 يعني بقده تقريبا مرتين واو 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 صار عندي سيف خرافي شباب بس مشكلة اذا جربه فشباب هسه راح يجي الليل فراح اجربه على وحش من الوحوش طبعا تدرون بي انا هاي الطلق ما اريده يخلص اوكي يلا وين كوم اللي يدون يدمروني وينهم انا هسه حاليا اقدر اتحول بس متى اوكي فمنتظر اي واحد يجي وحش يريد يدمرني هسه يجي يقترب مني فادمره انا ادمرك خلينا نشوف منه طبعا هاي الابراج هوايه كل مكان هاك هذا برج كل مكان هاي الابراج اذا استكشفها في اليوم اذا اعرف شنو اكو فوق يعني بس هيك سبون انا استكشفت الطابق الاول طلع لي سلاح يعني اكيد اكو موارد رائعه بالش اسمه خلينا نتقدم شويه يلا يا زومبي يا ان وينكم خل احوله الى نورمال يلا هنشوف منو راح يرسبن راح اروح للسبونر لان ماكو شيء يرسبني غير السبونر عم اجرب هذا السيف اي جاي اسمع صوت عنكبوت هذا هي 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 ضربتين اوه خطه اقدر الان اتحول شباب الى عنكبوت بسوي هيك وتحولت الى عنكبوت اربع عيوني والله بقى شباب الاجواء خرافيه بالعنكبوت اجواء رائعه خلنا نرجع ستيفي يعني دمجه خرافي ممتاز فشباب انا حطيت لهذا بس ما اقدر اعيش بهذا البيت صح بيت خرافي بس صراحه شباب لازم اروح استكشف بعد بعد هواي عندي استكشافات فلازم اروح استكشف فخلينا نجه ناخذ الغراض ونروح نتمشى والطريق نشوف لنا اذا لقينا وحوش شو رايكم نطلع بالليل ولا نطلع الصبح
والله شباب انا اقول اطلع الصبح احسن، تدرون ليش؟ لان الصبح امان، ولو انا لابس لي دروع حاليا مبين انه هاي الدروع قويه، بس انا ما ادري يعني. فخلينا ناخذ الغراض مالتنا، ناخذ الصندوق اللي بيه غراض مو مهمات، ناخذ هذا وناخذ فكره الكتاب. شنو الغراض اللي ما نحتاجه؟ هذا ما نحتاجه وهذا ما نحتاجه، وايضا شنو بعد ما نحتاجه؟ هذا ما نحتاجه وهذا ما نحتاجه. الصوف نحتاج الصوف، يعني ناخذ بدل هذا السي او صندوق نحتاجه اكيد. فيلا شباب انطلق. طبعا شباب السباحة كلش صعبة بستيفي، فشباب لازم استغل هسه استفاد من شو اسمه، اتحول الى سمكة وانطلق الى البحر. اوكي، فليش يجي يغرق؟ ما جاي افتهم يعني، انا جاي اتحول بس ليش يغرق اللاعب؟ ما ادري. فالسباحة سريعة ما ادري. لا والله هذا اذا اجالي غير، واو 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 واو، شايف هذا الكريبر ذاك التني وانا خمس قلوب، تخيل خمس، والله البحر كله سمك. بس شباب السمك القلب هذا الفوق الجوع بسرعة ينقص مو بسرعة ينقص، والله ما ادري. المهم خلنا نرجع الى ستيفي. اح 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 اي خلنا نرجع خلنا نرجع. لقينا وولف، لقينا وولف، حلو حلو، ممكن نقدر وولف، واحد اثنين ثلاثة، نايس. تعال وولفي، اقدر هاي اشمرها بالله، روح جيبها. لا طاحت، وين راحت هاي؟ وولف وولف، تعال 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 تعال، امشي خلنا ندربك هناك، امشي خلنا ندربك هناك. وولفي وولفي وولفي، تعال تعال تعال، شوف دروع الامرالد القوية، يعني صار من البداية هيك صرت قوي. كل الناس قالوا احمد ليش ما تبني بيتك بسرعة؟ شوف انا احب الاستكشاف اكثر من العب، فنستكشف بعدين نبني بيت. اقدر اقول لك وولف روح جيب العظمة. اي الو، شكله الظاهر ما يجيب العظم هذا، ما ادري هاي اصلا ماكو شيء بلعبة يمكن. فخلنا نستكشف، نتقدم شوي شوية. بيدنا السلاح، اي شيء من بعيد ارمي. طبعا هاي هذا شنو هذا المكان؟ هاي يمكن نفس الابراج بس هذا برج قصير، كلش برج قصير. اريد اشوف شنو بي، اريد اشوف شنو بي، اريد اشوف شنو بي. بسم الله. خلينا نجيب الاكل على مود ناكل. عمي ايش تفتح منا؟ او ماي جاد او ماي جاد، الله 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 الله، طيحته طيحته. الصندوق صاير من ذي تجهه، فنروح ناخذ الصندوق من هناك. بس شلون راح اصعد هذا الصندوق؟ تدرون شو راح اسوي؟ راح اجيب الديرت الساند احطه هنا. هذا صندوق ابل واكل، يعني ابل واكل شنو؟ هو اثنيناتهم اكل، بس خلينا نجيبهم لان انا احتاج اكلها بهذا الوقت، لان تدرون الاكل قليل عندي. خلينا نتقدم شباب. الدمج مع السيف مالتي مو قوي كلش، يعني توقعت فتشي رهيب، بس هو اكيد يعني حاط لك اياه بصندوق مثلا راح يطلع ليجندري يعني. هي 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 هي. اوه اي ما قلت لكم شباب كريبري هذا انفجر، انفجر علي بس ما دمجته هواي. شنو الصوت؟ هي هي، شفت فتشي؟ شفت فتشي؟ اوه والله تعال تعال، ايه ذا قلت له يمكن اطير، يمكن ذا قلت له اطير. تعال 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 تعال، قتلتك هذا. اتوقع شباب اقدر اطير هسه. شلون ليش ما اطير؟ اتوقع ادوس هيك. شنو من طير ما يطير؟ خلنا نرجع. اوه شنو ما تدرون ما لاحظته؟ هذا البيت شنو؟ دقيقة 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 دقيقة. اي طيرتني هاي شو اسمه، خلتني اطير. انزل هاي، تدرون شباب هيك تدوس عليها تعطيك بوشن الطيران اللي ما ادري شو اسمه بالانجليزي. راح انزل فوق البيت، تسمعون شي؟ بيميل
شنو هذا الميل؟ ما كاتبين بي شي، ما كاتبين بي شي هذا الميل. بسم الله. ها شنو؟ ستيفي، ستيفي يريد تفاحة؟ يقول لي بيبي هلو احمد. ستيفي وات وات، دقيقة، يريد تفاحة. I want mom، يقول لي I want، اريد ماما. مين اجيب له امه هذا؟ اتحرك، تجي تجي والله يجي. تعال تعال، يطلع من الباب. معقولة ما يطلع؟ شنو السالفة؟ انت طفل ستيفي وات، كلكم مشاكل بالمودات شباب. تعال تعال تعال، اي والله طلع ستيفي. بس طبعا يراد له اسم شباب، هذا راح اربيه والله ما ادري. صغير وكيوت. تعال 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 تعال، انشغل روح، تجي وياي. تعال تعال تعال، كيوت. والله كيوت. الهيلث مات 10. شنو دايز ليفت؟ 999، ما افتهمت. كيوت يعني شنو بعد 999؟ خلينا نتقدم شباب ونروح. اوه ماي جاد، يلا تعال. وينه هذا؟ جاي يسبح، جاي يسبح، جاي يسبح، جاي يسبح. كيوت، شو 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 يصعد. اوه ماي جاد، والله كيوت 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 كيوت. اوه ماي جاد، تعال تعال تعال. تريد شي؟ تريد هاي؟ تنوخذ بالله؟ ياخذ بس تفاح، بالله خلينا نعطي تفاحة ثانية. شي يصير؟ اخذها بس قول اي وونت مام، يريد امه. هذا بس لا شافني وعبال انا امه. لا اوكي، خلينا نشوف خلينا نشوف، خلينا نلاحظ. ندور ندور على امه، على شيء نستكشف. بالله خلينا نشوف هذا العمارة الفوق، ما ادري شنو. خلينا نستكشف، والله هناك هواية عمارات او هواية. شو اسمه؟ دير بالك لا تموت ابني، دير بالك لا تموت، دير بالك. والله شباب ضا تخاف عليها صدق. تعال تعال لا تموت، هي لا تغرق، انت طفل. تعال تعال، انت الدوغ مالنا، انت تحمينا وانت تحمي همين. يلا تعال 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 تعال، تعال بسرعة 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 بسرعة. لا 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 لا، والله شباب الوضع يخوف. شلون يباوع؟ شلون يباوع؟ اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. تعال عفوا، خطر والله خطر، مو مال تجي تعارك ويانا. تعال 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 ستيفي، تعال ستيفي. شباب اعطوني اسم اله، اسم غريب، اسم يعني اسميه بيه، يعني تظل حلقات كلها اسميه، يعني اصيح له بيه، عرفت شلون؟ فوين هلا ستيفي. ستيفي، شو تقول لو انطيك سيف؟ دقيقة دقيقة، بما انه انطيه، شو اسمه، انطيه سيف، يقدر ياخذه؟ ما ياخذ السيف. شلون راح اعطيك سيف؟ وشباب قلوا لي شنو هذا، راح ابحث انا على هذا المود ويدفتهم، هل اقدر يعني اربيه او ادي امه؟ ما جاي افتهم شنو يعني، هل اذا ربيته راح يكبر يصير ستيف كبير يعني او يعني. هاي هاي ستيفي، ستيفي اوكي، خلينا ننطلق. ستيفي 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 ستيفي. لا 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 لا، والله وخر وخر من ستيفي، وخر من ستيفي، وخر وخر وخر، والله ارميكم واحد واحد، والله واحد واحد ارميكم، والله لي جيم ستيفي حظ حظ اطيحه. تعال ستيفي، امشي ستيفي، شو نروح نلقى لنا مكان نعيش بيه. يلا ستيفي ستيفي تعال، والله شباب لازم نلقى لنا مكان نعيش بيه على مود.
والله شباب من هنا انا راح اتوقع انه لازم انهي الحلقه على مود الحلقه الجايه، انه قولوا لي بالتعليقات شنو اسوي بهذا ستيفي. فمن هسه اوح تعال تعال مكان خطر ستيفي، تعال 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 تعال، والله المكان مو مال عيش. ستيفي شو رايك نسوي لنا حفره هنا جوا ونعيش؟ يطلع صوت وصاويص، والله عيد يطلع صوت وصوصه. المهم عادي يعني اكيد طفل صغير ويطلع هيك اصوات. فدنا ستيفي شويه، دنا شويه، نسوي هيك نسوي هيك نسوي هيك، اوكي نسوي هيك، ونجيب كرافتنج تيبل ونحط الكرافتنج تيبل هنا، ونسوي لنا باب على مود حمايه. اوكي هذا ستيفي هنا وانا هنا. فالمهم يا شباب قلوا لي بالتعليقات شنو راح اسوي بستيفي، لان ستيفي حاليا ما اعرف شنو فايدته، ممكن يساعدني بالقتال ممكن ما يساعدني، ما ادري حاليا اي شيء. فساعدوني بالتعليقات وقلوا لي شنو نسوي، ممكن نسوي انا وستيفي او نبني بيت نروح ندور بعد، ممكن نلقى ستيفي ثاني يعني هو اصلا مود يعني ممكن نلقى راح نلقى لنا طفل صغير وثاني. فشو رايكم شباب لو صار عندنا اثنين؟ قلوا بالتعليقات اروح ادور لي على ستيفيات اثنين يصيرون عندي اثنين، لو ابقى على هذا ستيفي الواحد، لو ابني لي بيت انا وستيفي، لو اربي ستيفي وكبره، فانا محتار. فالمهم يا شباب وصلنا لنهايه الحلقه، ان شاء الله عجبتكم هاي الحلقه، فحطوا لايك لستيفي. ستيفي ايش قد توصل لايكات؟ ايش قد ستيفي تريد؟ 30,000 50,000 ايش قد تريد ستيفي؟ وبس اراكم قريبا، سيو ليتر. والله كيوت. اراكم قريبا سيو ليتر، في امان الله، مع السلامه.